للطريق كله، هو واقع عند اخر الطريق خالص، واقول لك ان القط والفيل هنا 14,333 من 6-7 و7,333-6-4. طيب تعال نقارنها مثلا بحسابات الايه، الطريقه الاولى. الطريقه الاولى ان انا عملت سيرفيس حجمي، طيب فهتلاقي السيرفيس دوت موجود في قائمه سيرفيسز هنا، اهو سيرفيس حجمي، واقول له سيرفيس بروبرتيز، وادخل على statistics وادخل على volume، هتلاقي ايه ان هو كاتب الحجم اهو. طيب القط فوليوم مثلا 7,2,101، هنا 7,3,3.6 ايه 4. طيب الفيل مثلا، الفيل فوليوم ادجست دهوت، هتلاقي 14,2,6,2,5. فلو بصيت هتلاقي 14,3,3,2,3، يعني الفرق ايه مش كبير. طالما الفرق مش في اول الرقمين فخلاص كده يبقى الفرق ايه مش كبير. طيب الكلام ده ممكن تطلعه في ريبورت، اه ممكن تيجي تقول له فوليوم ريبورت هنا كده، وتقول له ماتيريال ليست واحد، اوكي نو آه شكله ده غلط تاني، معلش فوليوم ريبورت اوكي. تمام هتلاقي ان الايه الجدول طلع لك هنا، بتلاقي في حاجه زياده اسمها ريزابل. يعني ايه ريزابل؟ يعني كميه القط اللي انت هتستخدمها في الفيل. فهو بيعمل في حسابه ان كل كميه القط هي اللي هتستخدمها في الفيل، على ايه هتحس ان ريزابل هو هو الصف ايه لو ممكن تاخد الكلام ده كوبي من هنا وترميه على الاكسل، وتشيل العواميد اللي انت ايه مش محتاجها او اللي انت مش عايزها، يتحط على الاكسل كانه جدول عادي خالص. يعني انا لو دوست كنترول ايه اهوت، كنترول سي كده، انا خطه كوبي، هدخل على اكسل كنترول في، هتلاقي الجدول ده نزل اهوت على الاكسل بتاعك. تعال نقول بيج لاي اوت، بس انت مثلا مش عايز العمود اللي فيه فيزابل، فهو جاي ايه قول له ايه ديليت، مش عايز الكوميوليتيف نت اهو ديليت برضه فيزابل ده تاني ديليت. كده انت عندك كات اريا كات فوليوم، في الاريا فول فوليوم، والكوميوليتيف كات وايه وفيل. تمام طيب ده لو انت عايز تجيب كميات الحفر والردم، خلاص دونت سيف اقفل ده كمان. طيب لو انا عايز اجيب كميات الاسفلت او الماتيريال ايه بتاعتي، تمام لما بتيجي تحسب الكميات كشغل بتحسب طول الطريق في عرض الطريق في سمك الطبقة وخلاص. طيب افترضنا الطريق ده مثلا ايه بيوسع ويضيق والكلام ده كله، طيب فانا مش عايز احسبها مانيوال، عايز احسبها بالايه بالبرنامج. طيب البرنامج هيحسبها لي ازاي؟ قال لي بص يا سيدي، هي نفس الطريقة اللي حسب بيها الحفر والرد هيقدر يحسب لك بيها الايه الطبقات. فاروح جاي كده عند complete material وادوس عليها، وهقول له رود 1 سيمبل لاينز 1، اقول له اوكي. هاجي هنا هيقول لي والله في حسابات كانت اتحسبت قبل كده اسمها material list ايه 1، اقول له والله انا عايز ازود material list 2. فاروح جاي هنا كده اقول له import another criteria، واقول له بدل قط وفيل ويرس كان عايز ماتيريال ايه ليست، واروح جاي قبل ما اقول له اوكي اروح داخل عامل ايديت. جوه الايديت دي هتلاقي في ماتيريال ليست، هتلاقي ان هو بيحسب ثلاث طبقات بس، البيفمنت والبيز والصب بيز. طيب انا عندي البيفمنت طبقتين، عندي بيف واحد وبيف ايه اتنين، فاقول له تعالى سمي البيفمنت ديت كده بيفمنت واحد، وانا عايز ازود كمان طبقه اسمها بيفمنت ايه اتنين. فراح قايل له انا عايز اد نيو ماتيريال، النيو ماتيريال دي هسميها بيفمنت اتنين. طيب نوعها قط؟ لا دي نوعها ايه استراكشر. تمام واروح جاي هنا كده اقول له انا عايز حاجه اسمها كوريدور شيب، واختار بيف 2 واقول له ايه اد، يعني البيفمنت دي اللي هيعبر عنها حاجه اسمها ايه بيف 2. تمام طيب بعد ما عملت الكلام دوت هبتدي اقول له ايه اوكي.
واجي هنا اقول له اوكي. طب بعد ما قلت له اوكي هروح جاي هنا كده يقول لي بيفمنت واحد، يقرا الكميات بتاعته منين؟ هقول له من كوريدور بيف 1. طب والبيز يقرا من كوريدور بيز، والسب بيز يقرا من كوريدور سب بيز، والبيف 2 يقرا من كوريدور ايه؟ بيف 2. واقول له ايه؟ اوكي. بعد ما قلت له اوكي هلاقي ماتيريال ليست 2 ظهرت اهيت، هقول له ايه؟ اوكي. نزلت عندي عايز انزل الجداول، في حاجة هنا كده وقفت عليها اسمها ماتيريال فوليوم تيبل، لو دوست عليها هيقول لك ماتيريال ليست 1، اقول له لا انا عايز ماتيريال ليست 2، هيقول لي طيب جوه ماتيريال ليست 2 انا عندي كام طبقة؟ 4 طبقات، بيفمنت وبيز وصب بيز وبيفمنت 2، انت عايز تنزل انهي واحدة؟ فاقول له والله انا عايز انزل مثلا للبيفمنت 1، واقول له ايه اوكي. هيقول لي عايز تنزل الكلام ده فين؟ هنا مثلا هروح مزوم، هتلاقي ان هو حط الستيشن، كل ستيشن باريا، وبعد كده الفوليوم، بعد كده الكوميوليتيف ايه فوليوم. طبعا هنا مفيش فيل وكت، فهي واحده بس. تمام. طيب ده لو انا عايز انزل الجداول بتاع بيفمنت ايه 1. طيب لو انت اسم الجدول مضايقك وعايز تسميه بيف 1، ممكن تدوس على الجدول تقول له تيبل بروبرتيز، وتقول له تعالى هنا، بس ما تعملش ايه اديت. ليه؟ لان اديت هيخلي الجداول اللي هتنزل بعد كده هتنزل بنفس الايه الاسم، فانت مجرد هتقول له كوبي كارنت سيلكشن، وتقول له بدل ماتيريال تيبل خليها ايه بيف 1 تيبل، واقول له ايه اوكي، واقول له هنا ايه اوكي. تمام، بقت كده اسمها ايه بيف 1 تيبل. تمام. طيب عايز انزل الكلام ده مثلا للبيف 2، فنفس الفكرة اروح جاي عن analyze واقول له total material volume table، واقول له material list 2، واقول له خليها بيف 2، واقول له اوكي اهوت، وهقول له تعالى هنا بدل material table ديت ادخل على table properties، قول له copy current selection وسمي دي بيف 2 تيبل، وكذلك في الايه في البيز والسب بيز. تمام. للبيف 1 والبيف 2 هتلاقي الكميات زي بعض بالظبط، عشان هما نفس سمك الطبقات ونفس المساحة، ما هو الحجم عبارة عن مساحة في سمك، فهو المساحة ثابتة عشان طول وعرض الطريق ثابتين وسمك الطبقات ايه ثابت. طيب لو عايز اطلعهم في ريبورت زي التانيين هروح دايس فوليوم ريبورت، جوه فوليوم ريبورت اروح مختار ماتيريال ليست 2، وهدخل هنا بس كده اقول له خلي الطيب اللي هطلع بالشكل او الشكل اللي هطلع بيه اسمه سيلكت ماتيريال، واقول له ايه اوكي. هيطلع لي نفس الكلام دوت بس في شيت اكسل، ستيشن صفر، بيفمنت 1 بيس سب بيس بيف 2 100، بيفمنت 1 بيف 2 بيس سب بيس بيف 2 وكذلك. تمام كده. طيب ده لو انا عايز احسب كميات برضو ممكن اخدها على اكسل. تمام. المرة الجاية بقى هنبتدي نشوف ازاي نعمل الكروس سيكشن.